والله وانتم قعدتكم ريتوا حاله والله عملت حاله والله عملها بعيد ولا نجاها الاخبار بتاعت العيله وبتاعت القبيله يقروا الفاتحه ان احنا انت هتمسك البشعه دي امانه لا تمشي ماشي جدودك تمشي بما يرضي الله بين الناس ومن بعضيها لا في تغش فيها ولا طبعا اللي هو جاي عايز ياخد براءته والتاني عايز ياخد حقه لازم تمشي بما يرضي الله يعني طبعا عموم الشعب المصري عرف ان دي بتطلع الحقيقه تظهر الساده من الكذاب فكله لجأ لينا لازم يروح مثلا الشرطه مثلا بيتغطش